ذلك السلاح الذي اختار أبناء تعز رفعه في وجه ميليشيا الحوثي والمخلوع انحرف بعض شيء عن هدفه حين قامت بعض الفصائل المسلحة بتوجيهه نحو بعضها البعض دون عدوه المتربص بهم والمحاصر لهذه المدينة. ساعات قليلة فقط فصلتنا عن استتباب الأمن فيها بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة بين فصائل المقاومة، لكن المخاوف أيضا مستمرة ولم تنتهي بعد لتكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل القريب. أما المواطن الساكن في هذه المدينة يحاول بدوره التأقلم مع تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية ومواجهة الموت المحتم عليه أو ربما تأخيره قدر المستطاع والهروب منه. يقول المواطنون هنا إنه لا بارقة أمل يرونها قريبة، ربما للتفاؤل ولو قليلا بانفراج أزماتهم المستمرة، ويشكون أيضا من تقاعس جميع الجهات المعنية عن إنقاذهم من جوع ومرض وقصف عشوائي عليهم، وفوق كل هذا انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ ما يزيد عن 10 أشهر. يعني عايشين ومعاشة مقاطع، ما بوش رواتب، ما بوش كل شيء، والأمن زي ما الزفت. قليل من مكعبات الثلج تنجح بالتخفيف من حرارة الصيف التي لا تطاق، لكنها باهظة الثمن بالنسبة لمدينة محاصرة يحرم ساكنوها من أبسط مقومات الحياة. ففي فصل الصيف تزداد المعاناة، ومعها ابتكارات السكان هنا لمواصلة العيش ولو بالقليل.